دكتور فهد غليم، اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي والفحص بالمنظار، خريج كلية طب بباريس. الو، المشكل ديال الحصى المراره هو واحد المشكل شائع عندنا في العصر الحالي في 2022. الاسباب ديالو متعدده، ولكن السبب الرئيسي هو السمنه، سوء التغذيه، يعني تناول الدهون بشكل كبير، والعامل الوراثي. اسباب ديال ولا الاعراض ديال حصوات المراره هما الالم، فهنا المرضى اللي عندهم حصى في المراره فكيتشكاو من وخز في الجهه اليمنى والعلويه ديال البطن، اللي كيقدر يمشي حتى الالام حاده اللي كتستدعي التنقل الى المستعجلات من اجل اخذ مضادات الالم. بين الاعراض كذلك هو انه الحصى ديال المراره يقدر يهرب من ديك الخنيشه ديالو، يعني من المراره، ويقدر يسد القنوات الصفراويه ويسبب لنا بوسفير، او لا باللغه العربيه الفصحى اليرقان. ملي كتطلع لينا الصفوريه فكتقدر تاثر على الكلي، كتقدر تاثر على الجهاز العصبي. الا كانت المستوى ديال البيليروبين، هو الانزيم ديال اليرقان، طالع بزاف، كنقولوا في اللغه العربيه ان الماء الراكد ربما لا يجوز الوضوء به، فكذلك هو مثال. ملي المرار ما كيجريش مزيان، ومني كيكون مسدود بسبب الحصوات ديال القنوات الصفراويه، فكيقدر يتعفن، كنقولوا باللغه الفرنسيه اونجوكوليت، تعفن القنوات الصفراويه، اللي كيقدر يؤدي للمضاعفات خطيره، كتقدر تؤدي لا قدر الله حتى الوفاه. فهادو هما الاعراض اللي كتبان على في حاله انسداد القنوات الصفراويه او وجود حصوات في المراره. تشخيص حصوات في القنوات الصفراويه كتبدا بالفحص بالصدى او لا ليكوغرافي، كنقولوا لها بالدارجه التلفازه. التلفازه هو واحد لو مويان سامبل سهل اللي كيمكننا من تشخيص الحصوات في المراره. ملي الحجره ديال المراره كتهرب وكتسد لنا القنوات الصفراويه، فسبل التشخيص كتعقد شي شويه. اولا كنبداو بتحليله ديال الدم باش كنشوفوا المستويات ديال انزيمات الكبد، كنقدروا نديروا ان سكانير باش تنشوفوا واش الحصى اللي مسؤولين على انسداد القنوات الصفراويه، او لا قدر الله مشكل اخر اللي مبينو تشمع الكبد او سرطان البنكرياس. كاين عندنا الفحص بالرنين المغناطيسي او ليغام اللي كيمكننا من تشخيص الحصوات في القنوات الصفراويه الرئيسيه. وفي 2022 عندنا واحد لوتي ديال التشخيص اكثر دقه والاكثر نجاعه، واللي الحمد لله ولينا كنديروه في المغرب، اللي هو الفحص بالسونار او لا ليكو اندوسكوبي، بحال التلفازه اللي كنديروا ولكن وسط المعده، فكتمكن من التشخيص بدقه عاليه الحصوات ديال القنوات الصفراويه اللي الحجم ديالها ما كيفوتش 5 ملم، واللي اللي كتقدر السكانير ولا ليرين ما يشوفوهمش، فكيتسمى دايجستيف ايكوندوسكوبي او الفحص بالسونار او التلفازه ديال القنوات الصفراويه وسط المعده باللغه العاميه. سبل العلاج في حاله وجود حصى في المراره اللي بقات في المراره وما مشاتش للقنوات الصفراويه، فالعلاج هو الجراحه، يعني استئصال المراره، اللي في غالب الاحيان في 2022 كتتم بواسطه السيليوسكوبي. نعتبروا بان المراره هو المعمل اللي كيصنع لنا دوك الحصوات. دونك الا كان عندنا اعراض ديال الحصى المراره فوجب استئصال المراره. في حاله ان وحده من دوك الحجيرات هربات للقناه الصفراويه الرئيسيه وسدتها لنا، فهنا بفضل التقنيات اللي عندنا في 2022 فكنتمكنوا من استئصال حجر القنوات الصفراويه بواسطه المنظار وبدون جراحه، كتسمى السفنكتيروتومي. كندخلوا وسط القنوات الصفراويه، كنحيدوا الحجره بواسطه المنظار بدون جراحه، المريض كيفيق بلا سيكاتريس بلا والو، مده الاستشفاء وجيزه جدا، وكتسدي واحد الخير كبير للمريض. في 2022 الحمد لله بفضل الله عز وجل كيدير هادشي. منظار المعده او المنظار بشكل عام هو واحد كاميرا
اوت ديفينيسيون الحمد لله في 2022 عندنا كاميرات اوت ديفينيسيون بحال كنتساراو بالاعيون ديالنا وسط الجهاز الهضمي فكنشوفوا بدقه عاليه المعده الكولون. وفي 2022 الحمد لله كنتمكنوا ميم نشوفوا القنوات الصفراويه والقنوات البنكرياسيه. المنظار وسيله للتشخيص وفي 2022 وسيله للعلاج، والدليل على ذلك علاج حصار القنوات الصفراويه بواسطه المنظار وبدون جراحه. فوائد ديال التشخيص بالمنظار، الى هضرنا على المنظار بشكل عام على سبيل المثال الناس اللي عندهم حرقه ديال المعده، فالفحص بالمنظار كيمكننا من فحص المعده واخذ عينات اللي كيمكنونا اننا نقلبوا على جرثومه المعده اللي كتسمى ليليكوباكتير بيلوري. فهذه البكتيريا كتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، كتسبب في الحموضه، وكتقدر تسبب لا قدر الله حتى في سرطان المعده. فالفحص بالمنظار كيمكننا من تجنب قرحه المعده الصعبه، كيمكننا من تشخيص جرثومه المعده، العلاج وتجنب الاورام ديال المعده. كولوسكوبيا ولا فحص الكولون بواسطة المنظار، الهيئة الأمريكية كطالب ولا ريكوموند الفحص بالمنظار على 45 عام، سورتو الناس اللي عندهم بريديسبوزيسيون جينيتيك، عامل وراثي، يعني باهم عمامهم ولا شي واحد في العائلة ديالهم كان عنده سرطان الكولون. فالكولوسكوبيا والفحص بالمنظار للكولون كيمكننا من تشخيص الأورام الحميدة وإزالتها بواسطة المنظار وبدون جراحة قبل التطور ديالها الأورام في مراحل متقدمة. ففكروا في الكولوسكوبي أبارتير من لاج أو عمر يناهز 45 عام، سورتو بالأخص إلى كان عندكم فرد من العائلة ديالكم كان كيعاني من البوليب أو الأورام الحميدة أو سرطان ديال الكولون. اختارينا نرجعوا لبلد الام بعد سنين طوال ديال الدراسه في باريس، لان ديما القلب كيبقى متعلق بالمغرب، الدم المغربي، الوالدين في المغرب، كبرنا في المغرب، دونك كنبقاو متعلقين بالبلد الام، كنبقاو متعلقين بالجذور ديالنا. والهدف ان شاء الله هو اننا نحاولوا على قدر المستطاع نوفروا داكشي اللي تعلمنا في الغربه، نوفروه للمواطنين ديالنا المغاربه، والله يقدرنا على داكشي.